بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: هل عدم قبول أحد المشايخ في الأرض مثل الشيخ البوطي رحمه الله دليل على عدم قبوله عند الله؟ أخونا قرر أن الشيخ البوطي ليس مقبولا عند في الأرض، في حين أن الشيخ الشعراوي كتب الله له القبول عند كل الناس، فكيف يفهم ذلك في ضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض؟ لا يا أخي، أولا المعمعة والفوضى التي تحصل عند الناس في زمان من الأزمنة ليست هي المقياس للحق. زرقاء اليمامة رأت الجيش الغازي لبلادها، فحذرت قومها بأنها ترى أشجارا تتحرك، فذهبوا قالوا هذه خرفت، ففقوا عيونها حتى لا تؤذيهم. بعد ذلك دخل الجيش وقد كان متسترا بالأشجار، مموها بالأشجار، ثم ندموا على قتلي على سمل عيون زرقاء اليمامة. الشيخ البوطي رحمه الله مكانته محفوظة باقية عند العلماء وعند أكثر الصالحين وعند جميع الصالحين، أقولها لك. أما عند عوام الناس هناك تشويه، هناك تشغيب، هناك أشياء أخرى. ما نقول لك إذا ما رجعت إلى الشيخ الشعراوي رحمه الله حينما انهزم العرب في سنة 67، يقول الشعراوي رحمه الله: سجدت لله شكرا أن الناس قد انهزموا في حرب 67، 20,000 قتيل مسلم داسته الدبابات الإسرائيلية في حرب 67. تفرح يا شيخ شعراوي، قامت القيامة آنذاك. فلو ذهبت في ذلك الزمان تسأل الناس عن الشيخ شعراوي رحمه الله لقالوا لك: هذا الرجل كيف يتشفى بقتل المسلمين؟ كيف يسجد لله شكرا على مقتل 20,000 على الأقل من الأسرى هؤلاء عدا القتلى في الحرب؟ ثم بعد سنوات انتصر المسلمون، خرج الشيخ الشعراوي، قالوا: لماذا تقول هذا، سجدت لله شكرا؟ قال: سجدت لله شكرا لأنه لو انتصر عبد الناصر في حرب 67 لعبدوه من دون الله، لعبدوه من دون الله، فأراد الله أن يذله لأن الرجل كان يسير باتجاه يخالف الدين ويحارب الدين بشكل صريح ويدخل الاشتراكية والشيوعية بشكل صريح أو مبطن في بلاد المسلمين. ثم استقر الأمر للشيخ الشعراوي. العبرة بالشهادة يا أخي ليست الشهادة المشوهة المشغب عليها بالإعلام. ما هو أحيانا الناس يلعنون إنسانا ويكون عند الله من كبار الأولياء، ولذلك ليست العبرة بالظاهر. القبول للهيئة العلمية، أنا ذهبت إلى أندونيسيا صراحة يعني ورأيت العلماء والمشايخ هناك، فقالوا لي: الشيخ فلان كنا نحبه ونحترمه فسقط من عيوننا حينما تكلم في الشيخ البوطي ولم نعد نهتم بهذا الإنسان. هذا والله كذا قالوا لي، وأندونيسيا كلها شافعية يعلمون قيمة الرجل. فالمسألة ليست أن والله في جهة إعلامية معينة شوهت الشيخ الذي كان يتكلم دفاعا عن دينه وعن بلاده ويحاول أن لا يدخل الناس في تلك المعمعة التي دخلوا فيها ولا يعرفون الخروج منها. نعم، فالعبرة ليست بالنظرة الجزئية. دكتور بوطي أخرجوا كتبه في سنة 2011 وأحرقوها، بعد ذلك صاروا يترحمون عليه، لذلك أرجو أن لا تكون أسيرا لزمان سابق. كلاهما مرضي عند العلماء وعند الصالحين. أما جماعة الأحزاب والشيخ الشعراوي، التيار الحزبي جميعا لا يحبه. لماذا؟ لأنه صرح أنه ضد الاتجاه الحركي الإسلامي، والوهابية جميعا يبدعونه ويكفرونه، إذا على مقاييسك لا ينجو أحد. نعم، والله المستعان.